مرحبا بكم في قناة تحفة يوبا. أخبار اليوم: بعد كل من الجنرال بلقصر وزوجته حان دور ابنه، وكيف تصطادهم الجزائر بخطة محكمة لإعالتهم لأرض الوطن وما نهبه. بداية، الجنرال غالي بلقصر يصنع الحالة هذه الأيام مع كشف حجم الأملاك المهولة والطائلة التي نهبها من الخزينة، سواء هو أو زوجته وحتى ابنه المتورط معه، إذ اتضح أنهم كونوا ثروة خيالية يصعب إحصاؤها بطرق مريبة وفساد تخطى كل الحدود، خاصة مع استحواذه على الملايير وتهريب أملاك طائلة إلى الخارج. ويبدو أنهم أخيرا سيقعون في الفخ جميعا، ما هو وزوجته وابنه، مع طلبات القبض للإنتربول وإرسال ملفات فسادهم مع الأدلة وطلبات القبض وتتبع مكان إقامتهم، خاصة وأنه تم إصدار ضدهم أيضا أحكام نهائية في قضايا فساد، آخرهم ابن غالب القصير المسمى بهاء الدين الذي تم الحكم عليه بعشر سنوات حبسا نافذا، مع أمر بالقبض الدولي وغرامة مالية ضخمة. وليس بالقصير فقط من تورط ابنه معه في قضايا فساد ونهب، بل حتى عدد كبير من أبناء الوزراء ورجال الأعمال ومختلف المسؤولين السابقين بنهبهم هم أيضا مع أبائهم ونيلهم امتيازات غير مشروعة، مع تكوين ثروة وثراء فاحش غير مبرر، مثلا كأبناء هامل وسلال وضحكوت وغيرهم الكثير. وتتلخص وقائع الحال حول شبهة فساد تحوم حول رجل أعمال عمر بن عبد الله، حيث واجهه قاضي الفرع الرابع للقطب الجزائري الاقتصادي والمالي بحقيقة علاقته مع قائد دارك الوطني السابق العميد غالي بلقصير، من خلال استعماله من طرف الهاد الأخير في تهريب الأموال إلى الخارج، أين هرب ملايين دولارات واشترى أملاك عديدة بالخارج. إلا أن المتهم بن عبد الله أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، قائلا إنه فعلا يعرف غالب القصير منذ أن كان ضابطا بسيطا قبل أن يصبح قائدا للدرك الوطني، وأنه لا يحتاج إليه ولا إلى تدخلاته كونه لديه استثمارات وشركات منذ زمن بعيد، كما أنه لم يقم أبدا بتحويل أموال بن القصير إلى الخارج عن طريق الشركات التي يمتلكها. القاضي وجهه بالأدلة وحتى بدليل منحه 700 مليون سنتيم لإبل بلقصير، واعترف الأخير بقوله نعم منحتها له بدفع له إيجار شقة في فرنسا لأن الأخير أراد أن يدفع كاش والفندق طلب عبر البطاقة. ومن جهته شدد وكيل الجمهورية على أن المتهمين المتابعين في ملف الحال كانوا ينشطون تحت لواء جماعة منظمة للسطو على الأموال والحصول على الامتيازات باستعمال نفوذ المتهم غالب بلقصير بصفته قائدا للدرك الوطني الذي كان يتدخل مباشرة عند المتهم عبد القادر زوغ. والمفاجأة أيضا التي صدمت بلقصير على المحكمة العسكرية بالناحية الجهوية الأولى للبليدة التي أصدرت أربع أوامر بالقبض الدولي على قائد دارك الوطني السابق العميد غالي بلقصير لتورطه في ثلاث قضايا فساد والرابعة تتعلق بالخيانة العظمى، فما رأيكم في ذلك؟ إجابات غير مقنعة من الوالي السابق للعاصمة زوغ، وكيف انهار الأخير وردة فعله على الملف والأدلة. البداية أولا مع الوالي زوغ، حيث وجهه القاضي بوقائع مثيرة جدا أثناء الجلسة وكيف كان يتلعب بأملاك الدولة ويوزعها بطرق مشبوهة. أولا وجهه بأدلة منحه لعائلة هامل سكنت حق الامتياز لشركة حديثة النشأة، حيث استفادت ابنة هامل البالغة من العمر حينها 24 سنة من امتيازات ضخمة، قطعة أرض كبيرة بسبعة آلاف متر في باب الزوار ولم تدفع الإتاوات، وتحصلت عائلة هامل على سكنات تساهمية واستلمتهم بدون دفع المبالغ وغيرها. أين اعترف الوالي زوغ بكون عبد الغني هامل كان قد اتصل به حينها وأنه طلب منه تسهيل حصولها على مشروع باب الزوار بمنطقة خاصة بالاستثمارات. ثم قال له القاضي هل كنت تعرف أن المسيرة شهينس في عمرها 24 سنة؟ ليجيب زوغ لا لم أكن أعرف بذلك. وقال زوغ أنه منح لها أربع قطع أرضية لتنجز مشروعها. ثم قال له القاضي هل المشروع حقق استثمارا؟ ليجيب زوغ لا لم يحقق شيئا، خاصة وأن شهينس عمرها حينها 24 سنة، والغريب أن شهينس حازت على العقار قبل الحصول على القرار. وادعى زوغ أنه لم يكن يعرف بالأمر أيضا، وأكد القاضي لزوغ أن كل الشهود في القضية اعترفوا وقالوا أنه كان يتدخل عبر الهاتف من أجل تسوية الأمور، وأنهم أكدوا أيضا أنه تدخل لصالح حداد وضحكوت وشهينز وغيرهم. ليرد زوغ وهو منهار بقوله هذا كله كذب حسبي الله ونعم الوكيل، لم أتدخل لأي أحد. ليرد عليه القاضي الدليل أنه بمجرد أنك توقفت عن الأمل الإجراءات تمت، أنت منحت قرار الامتياز وهذا الملف لم يتم معالجته بجدية. وبعد أن تم إحضار المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي المدعو حليمية، طلب منه القاضي قبل الإدلاء بشهادته أداء اليمين وفعلا قام به.
حيث أكد مجددا أن الوالي زوغ كان يتصل به شخصيا ويأمره بمنح سكنات اجتماعية لأبناء المسؤولين. وعندما أخطر القاضي الوالي زوغ باعترافة رحمية، انهار زوغ مجددا وفقد أعصابه وقال: حسبي الله ونعم الوكيل، لا يوجد شيء من هذا القبيل، كلهم يكذبون علي. به إلى أمريكا لسنوات طويلة، إلا أنه كان عاد بعدها بتواطؤ من الرمال الخزينة العمومية اتجاه الجزائر والشعب الجزائري مجددا. البداية أولا مع سعيد بوتفليقة ووزير العدل السابق طيب لوح ورجل الأعمال السابق علي حداد، حيث عبر هذا الثلاثي وبقية الضالعين معهم في الملف عن صدمتهم الكبيرة والتي جعلتهم ينهارون كليا جراء تكييف القضايا التي يتابعون فيها كجناية. فبتكييفها كلها كجناية، فإن المحاكمة ستكون ثقيلة والأحكام كبيرة، لأن هذا الثلاثي والضالعين في الملف أضروا بالجزائر وسمعة القضاء ككل، وظلموا العديد من الأبرياء وجنبوا المفسدين من المحاسبة في عهدهم، خاصة مع وجود أدلة قاطعة على تدخله في عمل القضاء والضغط على القضاة لإصدار أحكام على هوامه، ثم أسقطه مهر تدخلهم. هو أيضا العديد من الرسائل النصية التي وجدت في هواتفهم توضح جيدا كيف كانوا ينشطون بالتفصيل، حيث يتخبطون ويحاولون لعب آخر ورقة قبل بدء محاكمتهم. الخزينة العمومية تطلب رقما ضخم كتعويض، وتفاجئ علي حداد وأويحيى وسلال والبقية وكيف كانت ردة فعلهم جميعا. وآخر الأخبار، بداية وتزامنا مع الجلسات الأخيرة، ليقوم الطرف المدني ممثلا في الخزينة العمومية بتقديم طلبات مكتوبة إلى المحكمة التمس من خلالها أحكاما ثقيلة تقضي بتعويض كل الخسائر التي تسبب فيها حداد وإخوته وشركاته للخزينة العمومية، أين التمست على كل من علي حداد وعمر ومحمد ومعمر وسفيان وشركة يملكونها بدفع 78,410 مليار سنتيم، إذ أن هذا المبلغ الذي تم ذكره هو نفسه الذي تم اختلاسه في إطار الصفقات. طبعا ليس هذا فقط، بل التمست تعويضها أيضا بمبلغ 21,159 مليار سنتيم. بالانتهاء من سماع المتهمين في قضية بعده، حيث أكد أن المتهمين، حيث شددت على ضرورة تنفيذ هذه الأحكام بالتفصيل، لأن أحكام الحبس لوحدها غير كافية ولا تفيد. العقيد الغالي بالقصير المعين من قبل رئيس الجمهورية كل وزير الدفاع الوطني، مع العلم أن حداد تم مصادرة كل ممتلكاته. هذا وأضافت أنه يلزم المعنيين بدفع 11,035 مليار سنتيم لا ينقص منها فلس واحد، فهو المبلغ أيضا الذي يمثل الضرر الناجم عن الإعفاءات الكثيرة التي استفادوا منها في إطار الأنظمة الجبائية والجمركية، وبضعة آلاف من الملايير مطالبون بتعويضها أيضا. كما التمسوا على كل من الوزيرين الأولين السابقين أويحيى وسلام والوزراء عمرغول وبن يونس وزعلان وطليعي وبن منصور وسليماني ويوسف وبدم حجوب وبشوارب كتعويض معنوي للخزينة العمومية، وطبعا مصادرة كل ممتلكاتهم داخل